تحياتي. بعد توقف طبعا لأسباب يمكن فنية ونفسية نعود مع الشاريات. من محاسن الصدف أننا نعيش في بلاد النهرين، حيث نرفع شعار عفى الله عما سلف والمسامح كريم. ومن حسن الحظ أننا لا نعيش في اليابان الكافرة التي يقرر فيها المسؤول الانتحار عندما يفشل في مسؤوليته. ولا أقصد من هذا الكلام والله أصدقائنا الأعزاء نور المالكي وأسيني النجيفي وعديل حمود وجراندايزر الأمن فالح الفياض. أخيرا توصلت إلى حل عبقري لمواجهة انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق بعد أشهر قليلة. لن أقاطع طبعا ولن أرفع شعار أترك الانتخابات، لكني سأسحب كرسيا وأجلس في الظل لأتفرج عليها. ولو فكرت عزيزي المواطن قليلا في المسألة ستجد أن الانتخابات مجرد فرجة. حاول لا تنفعل واسحب كرسيا وتفرج عليها، ففي النهاية لن يفوز سوى كامل الزيدي وسعد المطلبي. المحبوبة فوق العادة حنان الفتلاوي منفعلة وناقمة للشائعات السخيفة التي يطلقها بعض أشباه المثقفين، التي تربط بين شخصيتها الحازمة ومنصب وزير الثقافة الذي لا يليق بمقامها، حيث نجحت الكتل السياسية بتخريب الثقافة والتعليم والتربية والجلوس على تلهما، بدليل أن عالما جليلا بوزن وأهمية حسين الشهرستاني وافق مجبرا على تولي منصب وزير التعليم العالي، وهو منصب لا يليق بمكانته النووية. نحن في منتهى الخجل والأسف منك يا زعيمة، وسنثقل في الأيام القادمة ونبحث لك عن وزارة توازنية.